أول تعليق لدون باطمة بعد انتشار خبر زواج محمد الترك. فبعدما انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء تفيد زواج المنتج البحريني محمد الترك من جديده بعد أزمة انفصاله عن زوجته الفنانة المغربية دنيا باطمة، ووصلت قضيتهم لأروقة المحاكم، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الخبر بعد مشاركة ترك فيديوهات عبر حسابه على تطبيق سناب شات تظهر قيامه باحتفالية بمنزله، دعا من خلالها عددا من أصدقائه وأفراد من عائلته الذين حرصوا على تهنئته دون الكشف عن المناسبة. وفي الوقت اللي رجح فيه رواد السوشيال ميديا أن يكون محمد الترك قد تزوج من جديده، فئة أخرى أكدت أن الأمر يقتصر فقط على دعوة أصدقائه وتلميح لزواجه من أجل إثارة الجدل وخلق البوز. وكما هو معروف عند انتشار مثل هذه الأخبار يبحث رواد السوشيال ميديا عن ردة فعل دنيا باطمة التي بسببها هرب محمد الترك البحرين بعد التهم الثقيلة التي اتهمته بها. فمحمد الترك يظهر بأنه يعيش حياة الرفاهية في البحرين، وكأنه يرد على دنيا باطمة بعدما قالت عنه ما يجيب حتى درهم، في إشارة منها إلى أنه كان يعيش بنقودها التي تجنيها من الحفلات. وبعد ساعات عن انتشار خبر زواج محمد الترك وقيامه بحفل زواج كبير مع الأصدقاء والمقربين، بدأ الحديث عن دنيا باطمة بأنها مصدومة من الخبر، فخرجت عبر ستوري حسابها انستغرام تعبر عن إحساسها بالظلم بسبب أذية الناس لها، وهذا ما قالته: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأضافت دنيا قائلة: كي الله